اهلا وسهلا بكم. كيف يتفتح اكونت من على الديسكورد وربطه ببوت الميدجورني؟ الطريقه هي جد سهله وبسيطه. كل ما عليك هو الدخول على الديسكورد والضغط على ريجستر، بعد ذلك تاتي الى هنا تعطيه ايميل ادريس خاص بك، يجب ان يكون شغال. تضع هنا اي يوزر نيم تريد، هنا تضع الباسورد، بعد ذلك تأتي إلى هنا تعطيها الشهر، اليوم، السنة، لا يهمني كل هذه الأشياء، تعطيه I agree، بعد ذلك تضغط continue. هنا يقول لك I'm a human، يجب تخطي كود الكابتشا. هنا يقول لك أين هي الباندا، تضغط verify، please try again. بعد ذلك يقوم بإرسال إيميل الفيريفيكيشن، تدخل على الإيميل أدريس الخاص بك، بعد ذلك تجد إيميل الفيريفيكيشن، تضغط فيريفي إيميل. إذن هما كما نشاهد فتم فتح أكاونت من على الديسكورد، ويمكنك ربطه ببوت الميدجورني الخاص بالذكاء الاصطناعي. هنا أيضا تعطيه I'm a human، بعد ذلك تضغط continue to discord. ما عليك سوى الانتظار، بعد ذلك يدخل على الديسكورد. هناك من شاهدك تم الدخول، ما عليك سوى تضع skip لهذه الأشياء، بعد ذلك تضغط على boot and mid journey. كيف يمكنني الدخول عليه؟ تأتي إلى جوجل وتكتب ميد جورني بهذه الطريقة، بعد ذلك تقوم بالضغط عليه هنا، بعد ذلك تضع جوين ذا بيتا، بعد ذلك يأخذك مباشرة إلى الميد جورني الديسكورد، ويأخذك إلى بوت الميد جورني، بعد ذلك تضغط accept invite. يقول لك التحقق من كود الكابتشا، بعد التخطي تضغط continue to discord، وبالتالي فقد قمت بربط الديسكورد ببوت الميد جورني الخاص بالذكاء الاصطناعي. إذن وبهذه الطريقة تكون قد فتحت أكاونت من على الديسكورد وربطته ببوت الميدجورني بطريقة جد سهلة وبسيطة. قد تسألني في ماذا يستعمل هذا البوت الميدجورني، سوف نقوم بالحديث عنه بالتفصيل في الحلقات القادمة. كانت هذه حلقتنا لليوم، كيفية فتح أكاونت من على الديسكورد وربطه ببوت الميدجورني. شكرا لكم وإلى اللقاء. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك والسبسكرايب. إلى اللقاء. انظر ماذا يصنعون بهذا البوت، يصنعون به العجب العجب. شاهد معي. دعني أعطيك يعني على سبيل المثال يعني لمحة بسيطة. ندخل على النيوبيز، نقول له إيماجين يعني تخيل شيئا ما بهذه الطريقة. نقول له مثلا تخيل سبيل المثال a cat playing football. عفوا with a mouse in space. على سبيل المثال نعطيه يقول لك accept todos. ما عليك سوى الانتظار الآن. شاهد معي هذا ماذا صنع الآن هنا. يعني قلنا له هذه الأشياء، دعونا ننتظر إلى حين ما يتم تطبيق هذه الكوماند. ها هي قد بدأت تتضح شيئا فشيئا. يعني شاهد معي cat playing football with a mouse in space. يعني
أعتقد أنها يعني الماء صغير موجود على ما أعتقد. دعونا نشاهد الآن، ها هي قد اتضحت الصورة الآن. يعني جيد 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 على ما أعتقد. يمكنك استعماله في الكثير من الأشياء. كان هذا هو كيفية فتح أكاونت من على الديسكورد وربطه بالميدجورني، وتجربة بسيطة لقط يسبح في الفضاء لاعبا الكرة مع فأر، والفأر غير موجود. إذا لم تعجبك يمكنك الضغط على هنا ويعطيك صور أخرى للذكاء الاصطناعي انطلاقا من ما أعطيته من المعلومات. شكرا لكم وإلى اللقاء.